تيك الضربة هيك وزو ما يدد طارق. سير عمو سير عمو بشوي طايرة ضرب ثلاثة كتافك يطيح وين حاضرين عليك يطلع سنان ديال الخوت كي دايرين شوش دارت ليه صح واو تر السلامة شوش ما منا اش حيت لي لور قطعت ترى كتقطع لينا لي لور زعني يعني هاد الجلدة بحال هاد الجلدة تو حالها توادع معها هادي للاحتيالات توادع معها سبحان الله هي كتكون مكتوبه فيها لا اله الا الله معرفش واش كيقولوا هاد الاشاعه هادي مكتوبه فيها والله اعلم ما عشاك سير اللهم بارك سير 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 تبارك الله ترى قوي صام اخوان السلام عليكم اليوم فيديو جديد مع الرئيس حكيم يعني اليوم الخوت واحد المغامره غتكون شيخه شيخه بزاف يعني فين غندخلوا فين غندخلوا الرئيس حكيم اخويا المول داخل شي حفر يا سلام حفر ديال السوق يعني ان شاء الله حفر الموت هنايا غادي ندخلوا لهم في الصحراء المغربيه يعني راه واحد الحفار يا خوت خطير يعني هذه المسافه كامله اللي غتشوفوا الخوت غنقصوها هذه كامله سيرت حتى الراس يعني اليوم الباركور ديال الصحراء ان شاء الله اليوم ما غادي تكون الفراجه ديال الصحراء ان شاء الله ان شاء الله الله خلاص صار حريص حريص بزاف يعني يلاه قلنا بسم الله الرئيس حكيم راه جابوا واحد الزلقه راه توعد دابا في رجليه يا سلام يعني خوت حذاري ثم حذاري من حفار الموت المهم حاجه واحده اللي ديروا الخوت شوفوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم ديما الاعجاب ديالكم والتعليقات كاملين كاملين كنقراوهم مستمرين في الفيديوهات ديالنا في الصحراء المغربيه المهم غنضربوا هاد الشده هادي غنصور لكم غير اللقطات ديال شويه ديال التناقص وحتى لداخل ان شاء الله كانوا شي تقويصات زوينه غنديرهم المهم الخوت الحمد لله وصلنا بعد واحد المعاناه يعني نقزنا تقريبا واحد كيلومتر ديال الحجر اللقطات يعني كانت واحد المعاناه الصراحه قاصحه شويه هاد البلاصه هادي غادي نجربوا فيها الجران شنو هو الجران يعني غادي نخدموا بالرابالات وما هادو الرابالات الخوت غادي نوريكم هادوك الرابالات اللي غنخدموا بهم كاملين والشركه كذلك حتى هي شركه اريفا راه من كتعتبر من احسن الشركات المهم الخوت اللي بغيت نوريكم بان المونتاج ديال الجران راه كيكون شي حاجه عاديه ما كتطلبش شي حاجه اللي صعيبه يعني فقط عندك هذا القفل هذا راه كيتباع هذا هو اللي كدير فيه كتبقى تبدل اللور ديالك كل مره والمادري يعني هذه الترقيعه هذه كتكون في ليو كاربون هذه اللي خدام بها انا ديال 60 على حسب هنا كاين الهيش يعني تقدر تكون الباراكودا تقدر تكون السمطه غالبا الناس هنا قال لك يشدوا السمطه المهم حنا غادي نجربوا عليها لان عندها سنان حادين خطيره بزاف المهم ضربات علينا شي حاجه منها راه غتشوفوها الخوت وكذلك اللي كانوا شي اسماك اخرين وغادي نجربوا حتى على الصنور المهم الليله غتكون طويله الخوت نتمنوا انها تكون شي كومبات زوينين ونمتعوكم ونتمنوا تكون شي هيشه ديال الحوت هي اللي بغينا اخويا على مولانا على بركه الله بغينا شي كومبا على المباشر بغينا شي كومبا على المباشر يلا الدراري بغينا هو الرئيس مهدي حتى هو يلا عمر بعد هذا حكيم الرئيس طارق الرئيس الشلغلغ مهدي يلا اللي غيضرب الاول شكون غيفرش او تبارك الله سير 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 طيب مع الرئيس الشلغلغ سير اللهم بارك سير 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 تبارك الله طارت قوي سامع طارت منا واو 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 هذه عملاقه ترى هيشه عملاقه القبطان شلغلغ زقلها شو درت لينا خباله انا القبطان شلغلغ زقلها المهم خوت راه كاينين كومبات الحمد لله يعني دابا شتفت على القصبه واحد الشتفه خايبه شتفت على القصبه واحد الشتفه صراحه عرفت عليها ما شتهاش المهم خوت حنا مازالين في صراع مع وحوش الاسماك يعني سمك الصمته شوفوا الاسنان ديالها كي دايرين ترى حادين يا ترى السلامه منا اش حيت لي لور قطعت ترى كتقطع لينا لي لور زعني يعني هاد الجلده بحال هاد الجلده تو حالها توادع معها هادي للاحتيالات توادع معها اليوم درس خصيصا لصيد سمك الصمت هادي من شركة اريبا فيشينغ صراحة خطيرة قتالتها للدرعي ماشي غير خصوصا الصمتة يعني إيه كيف كتشوف البوطالور عامرة جربتهم كاملين جيت حتى شركة اريبا فيشينغ يعني الرابالة ديالها راه شي حاجة طوب الخوت حاليا انا نضحي بالوقت ديالي باش نشدو شي لقطة على المباشر مع الخوت حيت الكومبا اللي على المباشر مع هاد الصمطة هادي شي حاجة خيالية
ايوا الله يسخر. يا مهريس طريق مهدي شوي اللور شوي اللور. سير على الله سير الله يسخر. حضر لي القصبة شوية شاي جاية. شو 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 على بريو كيدي. سير 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 على الله طريق. تا والله ترى شو شو ترى ترى بلاش. وا 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 شو 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 القصبة شو القصبة شو القصبة شو واقع. الله يلا القزاز شو بقول لهم. تك الضرب عليك الغلا يا دود طارق. سير على الله سير على الله بشوية. تبارك الله. مال طارق الضرب الوحش يا اخوي تبارك الله. انا كاتب لهم فوق من كيلو ما تطرش. مال الخو الطريقة ديالها من الأحسن الخوت. واخا كتبان لكم بحال هكا عفطنا عليها راه بحال هكا نتكرفس. لا غير ما تركلش راني ما نفورسيش عليها. حيت السنان ديالها راه واعرين. شو شو السنان شو السنان شو. هي مع الريس شلغلغ. سير الله يسخر الله يسخر. هي مع مهدي. واو 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 سير على الله الخوت. سير 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 كومبات جوج كومبات على المباشر. يلا شكون غيجبد الأول. سير على الله سير على الله. الله يعطيكم الصحة. مالي جبدة شلغلغ كين 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 هز الحوت. زيدو قربوا عندي بجوج. زيد 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 ترى زيد 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 ترى خويا المتعة 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 مع هاد الصمتة هادي خويا. اللهم بارك سبحان الله سبحان الله. هي كتكون مكتوبه فيها لا اله الا الله. ما عرفتش كيقولوا هذه الاشاعه هذه المكتوبه فيها والله اعلم. ما عرفتش كذوب واقعي حتى راه واحد الصمطه تبارك الله. هذه راه اللي ضرب الريس طارق. شوف سبحان الله. حكيم اش كاين تما حكيم. يلاه ضربت عليه انا قاصت وش ثلاثه المرات ولكن خصو يورينا الجلده كي ولات باش تعرفوا السنان ديال الخوت كي دايرين. شوف اش دارت ليه صح. واو ترى السلامه. شوف 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 واو 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 واش الضرب دايره. شوف شوف والله يا خويا شرش ماشي صافي مشات يعني 30 درهم هذه قاصت عليك مشات. 50 درهم باش شريت انا. ضاعت والله الا ضاعت 50 درهم. هاي شوف السنان ديالها راه واعر. جربتها شوف ضربات عليا جبدت لها. والله الا جبدت لها قلت لها الفك ديالها. شوف والله الا السنان ترى السلامة اخويا. واو ضربت عليها ضربة زوينة ونطرت لها باش تجبد لها الفك ديالها. قاصح سير الرئيس المهدي تبارك الله. الرئيس هاي ضارب عليه اللهم بارك. الله يهدى فينا يا هي تبارك الله. ايوا تبارك الله اسحاق. خليها ايوا الرئيس تبارك الله. ايوا ديما هادي شتا الرئيس ليه. الله بارك الله يجيب شي طاوله. بوخ 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 تراش تضربها قريبا من الخوت. تبارك الله خطيره. ضرب ثلاثه كتاف كيطيحوا. حاضرين عليه كيطلع. المهم الخوت حاليا الدراري شنو وقع لكم خويا. تخابلنا تخابلنا الريس ضربات عليه. شو انا شاد لي شو شاد لي خيط وضرب عليه. هاي هاي عومه تفضل سير سير جمع طارق. جمع هاي ضرب عليه ترى غليظ. جمع 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 تسير الله. سير الله. شوف المشكلة من ضربة. والله إلا ضربة من دارة. صغيرة هذه. هذه نوكيلة طارق. نوكيلة طارق. نوكيلة. واش كاين تما الرئيس؟ المهم الإخوان دابا حاليا شي ثلاثة ديال الصباح يعني عينا. هادو فشلوا. الله يجعل البركة. الحصيلة هي هذه. واحد الصندوق ديال الصمتة. طنطن ضروب. اللهم بارك. والصمطة كتعتبر من ألد 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 الأسماك في القليان يعني راه خطيرة. شوفوا تبارك الله ما شاء الله. الله ما قدرت نهز. شو خير الله تبارك الله. حصير خير تبارك الله يعني راه خير الله. كل بياسة فيها كيلو كيلو ونص على البيوتات. والله تبارك الله الله يجعل البركة. اللي حلق اليوم درنا التجربة ديال السبينين الصمتة يعني ناجحة 100%. أغلبية كيصيدوا عليها بالسردين. جربنا الرابولات كبار ديال أريفا الصراحة صدقوا
خيرين 100%. يعني ما بغات لينا حتى شي جلد اخرى الا هذوك الرابارات. المهم عينا غادي نتحركوا دابا صراحه، كانت دخله واعره كيف شتو الخوت. المهم نتمنى ان يكون الفيديو زوين وعجبكم، وان شاء الله مازال مستمرين الى فيديو اخر.